استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة بالرياض سهل بن أحمد خاشقجي وصلاح بن جمال خاشقجي، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عن بالغ تعازيهما ومواساتهما لأسرة وذوي الفقيد جمال خاشقجي رحمه الله، فيما عبر سهل وصلاح خاشقجي عن عظيم شكرهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهما لهم في وفاة الفقيد.